قبل ما نختم مع نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي نتقدم بخالص العزاء لاسره النادي الاهلي في وفاه الكابتن عماد اليماني المدير الاداري السابق للفريق الاول لكره القدم على مدار 30 سنه. يمكن كلنا وكل المجموعه اللي قاعده ديت حضرنا الكابتن عماد اليماني. الكابتن عماد اليماني الله يرحمه كان من اوفى واخلص الناس اللي عملت في المجال دوت، وكان اخ لينا، ما كانش صديق بس وما كانش مسؤول بس، كان اخ لكل اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي، وكان من ضمن الناس اللي هي عندها مش تعصب. كان لما بيحصل للنادي الاهلي حاجه، لو الاهلي خسر بطوله او خسر مباراه، كابتن عماد اليماني كان بيموت فعلا، كان بيموت قدامنا، كان بيتعب قدامنا جامد جدا، ويمكن كان بيتعب اكتر مننا رحمه الله عليه، وان شاء الله ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. كابتن الخطيب زار اسره الكابتن عماد اليماني النهارده لتقديم واجب العزاء. في نهايه الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي ووادي دجله والانتهاء بفوز النادي الاهلي 2-0، بنبارك النادي الاهلي الف الف مبروك، وان شاء الله يحسم الدوري مبكرا. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا ونورونا النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكر، كابتن محمد يوسف الف شكر، شكرا كابتن، كابتن عادل مصطفى الف شكر، شكرا كابتن هاني العجيزي الف شكر، شكرا كابتن، والشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.